الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع الطويل نسبيا إلى حد ما نماذج في التنمية، Models and Development. على بركة الله نبدأ، أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا أحبتي. الآن نماذج في التنمية، هناك العديد من النماذج في موضوع التنمية الاقتصادي، لكن أشهر هذه النماذج هي أربعة: نموذج روستو، ما يسمى روستو موديل، نموذج التغير الهيكلي structural change model، نموذج السوق market model أو market based model، وأخيرا هذا اللي هو نموذج التبعية الدولية international dependency. هذه النماذج الأربعة سأتطرق إليها ببعض التفاصيل عفوا إخواني إلى حد ما. فأبدأ إن شاء الله بنماذج تبعية كيف تنمو الآن. يعني السؤال المهم جدا الذي يطرحه الاقتصاديون عادة، كيف تنمو وتتطور الدول وتحقق التنمية؟ هذا سؤال مهم جدا جدا. إذا استطعنا فهم كيف تحدث التنمية، يمكن للدول الفقيرة أن تتبنى استراتيجيات تساعدها في تحقيقها. هناك عدد من المنهجيات التي تفيد بذلك. مراحل النمو الخمسة لرشد، الآن هذا نموذج رشد أبو، يعني ذي المراحل الخمسة مهم جدا نفهم، وهو من أشهر النماذج التي طرحت في علم الاقتصاد حول مجال التنمية. الآن يقول رشدو، والت رشدو، بأن الدول أو المجتمعات أو الاقتصادات تمر في خمس مراحل. المرحلة الأولى اللي هي بتكون مرحلة بدائية اللي هي معيشة الكفاف، هذه المرحلة الأولى، ثم ننتقل إلى الثانية شروط ما قبل الإقلاع، يجب يعني حتى ننتقل من هنا إلى هنا. هنا الآن الاقتصاد يتحضر إلى الإقلاع نحو النمو والتنمية وهكذا. المرحلة الثالثة نمو الصناعة وانحصار حصة الزراعة. المرحلة الرابعة نمو مستدام، وأخيرا استهلاك الحجم الكبير. فهذه الآن الأسهم تؤشر من المرحلة الأولى الثانية، ثم من الثالثة إلى الثالثة، ثم من الثالثة إلى الرابعة، ومن الرابعة إلى الخامسة. هذه المراحل الخمسة التي يمر بها حسب والت رشدو، هذا العالم الاقتصاد الذي سأتحدث عنه بعد قليل. هذه المراحل الخمسة التي يمر بها أي اقتصاد كان بدائيا ثم تطور وأصبح مجتمعا صناعيا أو اقتصادا صناعيا. تابع مراحل النمو الخمسة حسب نموذج رشدو، نبت هذا النموذج من أفكار الأمريكي ومؤرخ الفكر الاقتصادي والت رشدو. هذا هو والت رشدو المؤرخ الاقتصادي مشهور جدا. تمر الدول حسب رأي والت رشدو أو الأمم حسب رأي رشدو بخمس مراحل في النمو والتنمية الاقتصادية. الآن هذا فقط يعني صورة لمجتمع بدائي بسيط جدا يعيش حد الكفاف. لاحظوا البنت هنا وهذه العجوز، هذا الأطفال يحملون قطوف الموز هنا من الفقر. يعني هذا الآن حياة الكفاف فقط لا غير. الآن نموذج رشدو ينبني نموذج رشدو على خبرة وتجارب الدول الصناعية الغنية، خاصة دول الغرب. إذن رشدو يعني لأنه ابن النموذج الغربي وخاصة الولايات المتحدة، فهو يبني يعني هذا النموذج بناء على خبرة الدولة أو الأمة التي ولد فيها، وخاصة أنها من العالم الغربي. ركز رشدو على المراحل التي مرت بها الأمم المتطورة باعتباره مؤرخ اقتصادي، فالتي مرت بها الأمم المتطورة اقتصادية حتى وصلت إلى ما هي عليه. الاستثمار هو أساس النمو الاقتصادي، وهو رأي، هذا الرأي لا يختلف عليه اثنان من الاقتصاديين. مع زيادة الاستثمار ينتقل الاقتصاد أو الاقتصادات من حالة سد الحاجة الأساسية، هي حد الكفاف الذي قلنا عنه، الحاجة الأساسية والكفاف، لتصل إلى أعلى مراحل النمو والتنمية مرورا بمراحل متتالية. يتضمن نموذج رشدو وجوب مرور الأمم بالمراحل المتتالية التي حددها في نموذجه. سنتحدث عن كل مرحلة من هذه المراحل بالتفاصيل إن شاء الله. نتابع. أول شيء المرحلة الأولى المجتمع التقليدي أو traditional society أو يعني البدائي primitive، بيكون مجتمع بدائي صناعته بدائية، اقتصاده الزراعي، اقتصاد الكفاف فقط لا غير، يتصل بماذا الآن؟ اقتصاد الكفاف، لا يتاجر بالإنتاج، أي أن الآن المحصول إذا كان في فائض لا يتم بيعه أو تبديله بأشياء أخرى، فهنا لا يتاجر بالإنتاج حسب رأي رشدو.
ووجود عمليات مقايضة، فقط بصير في عندي نوع من المقايضة، أنا أبدل الآن الجلود بالحبوب، الحبوب بالعلف، وهكذا، واقتصاد زراعي مكثف للعمالة. أوكي، هذا الآن لاحظوا لي هنا هذا المنظر أو هذه الصورة، الأفاتار هذه تبين على أنه كيف الآن تفلح الأرض بواسطة الحيوانات هذا وهذا الفلاح. وهنا هذه الأدوات القديمة، هنا لاحظوا لي الحراثة بهذه الأداة، هذا الآن الحمار يجر هذه العربة، وهكذا. لاحظوا لي يعني ليس هناك سلع رأسمالية زراعية متصورة كما نتصورها بالمجتمع الحديث. فإذا المجتمع التقليدي اقتصاد الكفاف، لا يتاجر بإنتاج، وجود عمليات مقايضة، اقتصاد زراعي مكثف العمالة. نيجي الآن على المرحلة الثانية، شروط ما قبل الإقلاع. انتقلنا من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية. لاحظوا لي هنا تتطور الصناعة، صناعة التعدين لكن تدريجيا، ثم زيادة رأس المال العامل في الزراعة. رأس المال ليس الأدوات فقط، يعني الأدوات التقليدية، بل الآن أدوات متطورة إلى حد ما. ضرورة التمويل الخارجي، حسب رأي رشد بأن كثير من الدول التي تطورت اعتمدت على التمويل الخارجي من دول يعني أخرى أو مجتمعات أخرى. زيادة تدريجية بالادخارات والاستثمارات. هذا الآن المنظر، لاحظوا انتقلنا من لاحظ هذا الشخص هنا يزرع يدويا، هنا بيستخدم آلات الرش والتنقية، هذا هنا يحرث يدويا، هنا الآن أصبحت رأس المال الزراعي الحقيقي. وبالتالي ننتقل إحنا من مجتمع بدائي إلى مجتمع ما قبل الإقلاع، هذا اللي تطور رأس المال إلى حد ما، ضرورة التمويل الخارجي ثم زيادة تدريجية بالادخارات والاستثمارات. هذا الآن المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة مرحلة الإقلاع، ارتفاع مساهمة الصناعة ومستواها، ثم الآن زيادة متسارعة في الادخار والاستثمار، ثم ارتفاع مستوى التنمية الإقليمية، إذن هنا انخفاض نسبة العاملين في الزراعة طبعا نسبة إلى القطاعات الأخرى. هنا الآن بداية الصناعة، هذه لاحظوا لي هذه صورة قديمة ربما تعود إلى 1845 وإشي، لأن الثورة الصناعية عندما قامت كانت يعني مرحلة إلغاء بالنسبة للاقتصادات الأوروبية، وبالتالي ارتفعت مساهمة الصناعة، كانت هناك زيادة متسارعة في الادخارات والاستثمار في هذه المجتمعات. مستوى التنمية الإقليمية في أوروبا أو في الأقاليم في دولة معينة مثل بريطانيا مثلا، الأقاليم استفادت، ثم انخفضت نسبة العاملين في الزراعة. نيجي الآن المرحلة الرابعة، التوجه نحو الرشد والبلوغ الاقتصادي والفكري. الآن هنا يديم النمو نفسه بنفسه، وتبدأ عمليات مراكمة الثروة، ما يؤدي إلى المزيد من الاستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية المؤدي إلى التنمية. تتنوع الصناعة، وهناك زيادة في توظيف التقنيات المتطورة. لاحظوا هنا الآن انتقلنا إلى المرحلة الرابعة، حيث الحواسيب والتقنيات ناطحات السحاب، ما يسمى بالآن الشبكة العنكبوتية وما شابه، كل هذا يعني توجهت هذه المجتمعات التي تطورت عبر المرحلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة الآن الرابعة إلى الرشد والبلوغ الاقتصادي. آخر مرحلة، مرحلة الاستهلاك الكبير mass consumption. هنا الآن مستويات عالية من الإنتاج، مستويات عالية من السلع الاستهلاكية المعمرة، ثم الاستهلاك من السلع غير المعمرة كالطعام والشراب وما شابه. وهنا الآن ارتفاع التشغيل في قطاع الخدمات، هذا يميز المرحلة الخامسة. هذا الآن هذه الشكل يبين على أنه استهلاك الطاقة الكهربائية، لاحظوا لي أشكال الطاقة، طاقة كهربائية، طاقة نووية، طاقة شمسية، طاقة رياح، وقود، وهكذا. زاد الآن الإنتاج والاستهلاك من كل هذه المصادر. الآن ماذا تبعات الآن؟ التبعات تتغير الأهمية نسبية للقطاع الاقتصادي مع مرور الزمن. تبعات هذا النموذج حسب رأي رستو، تتغير الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية مع مرور الزمن. عادة ما يعطى القطاع الرئيسي primary sector الأهمية الأولى، طبعا في كل اقتصاد في primary sector أو ما يسمى قطاع رئيسي أولي، ثم تتبع القطاعات الأخرى. فهنا يعطى أولوية، عندما تتبع الأهمية النسبية للقطاعات غير الرئيسة تقل الأهمية النسبية للقطاع الرئيسي والثانوي. وهنا أثبت تجارب الدول المتوسطة التنمية اللي هي middle income developed أو developed country بأنها مرت بالتجربة نفسها، لكن الدول أقل تنمية least economic أو least economic developed country لم تمر بها حتى تاريخه. أوكي، حتى تاريخه. هنا الآن
الانتقادات الموجهة لهذا النموذج ماذا؟ مبسط جدا، ضرورة تواجد بنية تحتية تمويلية financial infrastructure من أجل من أجل حشد المدخرات وتحويلها إلى استثمارات، من أجل حشد المدخرات وتحويلها إلى استثمارات. ليس من الضرورة أن تؤدي الاستثمارات إلى نمو، هنا حالة الأردن كم دخلت الاستثمارات لكنها لم تؤدي إلى حدوث نقلة نوعية بحالة النمو، يعني لم ننتقل من حالة النمو إلى تنمية. الحاجة إلى مؤسسات حميدة شكلية الفورمال اللي هي القوانين، الدستور، القرارات، التعليم، التشريعات بشكل عام هي مؤسسة ويجب أن تكون حميدة، ولا شكلية اللي هي عادات وتقاليد البشر. والموارد البشرية الحاجة لها موارد تعليم خاصة التقني، طرق، سكك حديدية، شبكة اتصالات. نجاعة الاستثمارات هنا مهم جدا، يعني ينتقد هذا النموذج لأنه لم يتحدث عن نجاعة الاستثمارات، هل هي في القصور الفارهة أم في الإنتاج المفيد. وأخيرا أكد رشد بأن الاقتصادات تتعلم من بعضها بعضا، فهل حدث ذلك؟ هذا خطأ طباعي هنا، بعتذر عنه، فهل حدث ذلك؟ هذه من الانتقادات الموجهة لنموذج رشد. نتابع حدود النموذج هذا، بساطته أنه بسيط جدا، مسألة ملائمة تجارب الاقتصادات المتقدمة لكل الاقتصادات، يعني ليس كل التجارب ملائمة لبعضها البعض، على الرغم من كثرة المساعدات التي تلقتها بعض الدول أو تتلقاها بعض الدول الفقيرة، فمنها ما زالت في مراحل بدائية من النمو والتنمية. بعض الدول التي وصلت مرحلة الإقلاع غرقت بالديون الداخلية والخارجية، تأخذ عملية التعلم من الدول الأخرى زمنا طويلا يتآكل خلاله ما حصل من نمو وتنمية. هذه مهم جدا أن ننظر إليها أحبتي، تأخذ عملية التعلم من الدول الأخرى زمنا طويلا، خلال هذا الزمن تتآكل عملية التنمية والنمو. نتابع الآن نموذج التغير البنيوي structural change، هذا من أهم النماذج التي تحدث عنها الاقتصاديون خلال 50 أو 60 عاما الماضية. منها مثلا الآن يمكن التعرف على أنماط التغير والنمو في الاقتصاد، لاحظوا هنا يمكن تحقيق التغير البنيوي بواسطة الحوافز المباشرة وغير المباشرة. هناك نموذج مهم جدا تحت هذا العنوان اللي هو نموذج لويس في القطاعين، لويس تو سكتور موديل، مهم جدا سنتحدث عنه بعد قليل. حركة العمالة من القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي، وأخيرا إعادة استثمار الثروة المتولدة من القطاع الصناعي. الآن تركز نماذج التغير البنيوي على اختلاف مستويات الإنتاجية بين الاقتصادات، مهم جدا هنا أن نركز على أن التغير البنيوي يركز على اختلاف مستويات الإنتاجية، في هناك ما يسمى productivity differential بين الاقتصادات. ربما الإنتاجية في اقتصاد مثلا البريطاني يختلف عنه في الإنتاجية في الصين، ثم عن اليابان، عن الأردن، عن مصر، وهكذا. عمليات التغير البنيوي تحدد معدل تحقق التنمية، هل يمكن الاقتصاد أن يستوعب ويتكيف مع التغيرات البنيوية؟ هذا السؤال مهم جدا عندما نتحدث عن تغير بنيوي. السؤال الذي يطرحه الاقتصاديون والمعنيون بالأمر، هل يستطيع هذا الاقتصاد الذي نتحدث عنه أن يتكيف ويستوعب التغيرات البنيوية الضرورية؟ هذه مهم جدا. الآن النمط الصناعي السائد في الدول الأقل نموا هو الصناعات الأولية primary قليلة القيمة المضافة، حتى نقارن، يعني صعوبة توليد الثروة ومن ثم صعوبة مصادر الاستثمار. هل يعني مشكلة في التغير البنيوي بأن النمط الصناعي السائد في الدول أقل نموا هو الصناعات الأولية primary، هذه الصناعات قليلة القيمة المضافة، من الصعب توليد الثروة منها ومن ثم صعوبة مصادر الاستثمار. أما في الدول المتطورة فتكون اقتصادات متنوعة، مصادر النمو مع قيم مضافة عالية ومستويات عالية من الاستثمار. يشجع التغير البنيوي بواسطة الحوافز كالربح والثروة والسيطرة والسيادة، مهم جدا. نموذج لويس هذا الثنائي كما ذكرته قبل قليل، في هذا النموذج تصور لويس عاش في سانت لوشيا بالكاريبي، وهو يعني من أصول أفريقية لكنه أمريكي، استطاع أن يلاحظ الفرق بين المجتمع التقليدي والمجتمع الصناعي. فلاحظ انخفاض القيمة المضافة للزراعة وارتفاع القيمة المضافة في القطاع الصناعي وارتفاع الإنتاجية وتوليد الثروة هنا في القطاع الصناعي. هناك حوافز في انتقال العمالة من الزراعة إلى الصناعة،
والانتقال من الاقتصاد الريفي rural economy إلى الاقتصاد المديني urban economy أو economy. يتصف عمال الريف بانخفاض أو انعدام الإنتاجية الحديدة margin productivity، هذه تنخفض بشكل كبير جدا. عادة ما تكون الأجور المدينية أعلى من الريفية بمعدل يصل إلى 30% مع وجود أرباح عالية لأصحاب رأس المال. طبعا إعادة استثمار الأرباح يؤدي إلى استدامة التنمية نفسها بين الفئات، هذا كله يأتي بالاقتصاد الصناعي، في حين بأن القيمة المضافة في الزراعة كما ذكر في الأول هنا قيمة منخفضة، وبالتالي لا يولد القطاع الصناعي يعني ذلك الحجم من الأرباح التي تؤدي إلى حدوث تنمية اقتصادية ثم نمو. نتابع الانتقال لهذا النموذج. ليس بالضرورة أن يكون إعادة تخصيص العمالة منتج في كل الأحوال، ليس بالضرورة أن يعاد استثمار الثروة محليا. الثروة تذهب إلى الخارج عادة في الدول النامية التي يسود فيها الفساد، هناك يعني تذهب الأموال والفوائد والأرباح إلى الخارج لأن أصحابها يخشون على أنفسهم داخل هذه الدول. فأرجو من طلبتي أو أحبتي أن يعودوا إلى النموذج لي هذا اللي هو نموذج سحب والطرد سنتربتل سنترفيوجل موديل. إن شاء الله سأبين بيوم من الأيام يعني بواحد مقاطع إن شاء الله تفاصيل عن هذا النموذج. من أراد أن يجتهد فليعود أو ليرجع إلى لسان العرب الاقتصادي الذي وضعت هذا المصطلح فيه حتى تفهموا أكثر إن شاء الله. هنا لا كمالية سوق العمل في الامبرفكشن، يعني سوق العمل ليس كاملا، في كثير نقص من معلومات، في كثير من الآراء اللي يعني العمال لا يعرفون عن معدل الأجور بالمتوسط، أصحاب العمل لا يعرفون عن إنتاجية العمال، وبالتالي هناك ما يسمى لا كمال أو يعني imperfect labor market وهكذا. فهي من انتقادات موجهة له. أهمية السياسات الداعمة المؤسسات بمعنى آخر، بدون مؤسسات حميدة وشكلية وغير لا شكلية لا يمكن لهذا النموذج أن يكون يعني ذا قيمة. نتابع الآن نموذج التنمية المعتمدة على آلية السوق، الآن market based model هذا. أهمية وجود سوق حرة، تدني نجاعة وكرة الحكومة يقلل من تحقيق النمو، مهم جدا. ينحصر دور الحكومة في دعم المنافس وتحريرها من الاحتكار والتلاعب، تأسيس نظام لحقوق الملكية، كل هذه يعني لا يمكن أن ينجح هذا النموذج إلا إذا كان في سوق حرة، هناك الحكومة أو السلطة تبدأ أن ترفع من نجاعة أو كفاءة عملها حتى لا يقل النمو. ويجب أن ينحصر دور الحكومة في دعم المنافسة وتحريرها من احتكار التلاعب، ويجب أن تؤسس نظام لحقوق الملكية أو ما يسمى property rights. آلية السوق الآن تحدد التنمية بمدى قدرة السوق على تخصيص الموارد. تعمل آلية السعر على تخصيص الموارد النادرة allocation of scarce resources، تقيد الحكومة عملها في تحفيز وتشغيل الاقتصاد بواسطة المؤسسات الحميدة والحوافز. تعمل الحكومة على تأسيس آليات حقوق الملكية ودفع نجاعة المؤسسات وسرعة استجابتها للتغيرات. المشاكل الممكنة هنا الآن، مشاكل فشل السوق market failure هذه، وآثار خارجية externality وقوة احتكارية وسلع عامة وما شابه، مشاكل تدني نوعية البنية التحتية المطلوبة والتعليم والصحة ونظام متطور من النقل العام والبنية القانونية، وأخيرا مشاكل توزيع الثروة والدخل. إذن يعني هذه المشاكل التي يواجهها ما يسمى بنموذج السوق الحرة. أخيرا الآن نموذج تبعية دولية dependency theory، هذه international dependency theory من أهم النظريات التي نبتت من أفكار الاشتراكيين، والذين لاحظوا الآن الفجوة الكبيرة بين الدول الغنية والفقيرة وبين الجنوب والشمال. هذا الآن مشاكل تاريخية نجمت عن سيادة الدول الغربية بعد حرق الاستكشافات الجغرافية والاستبدال الدولي، مهم جدا. ديمومة الفجوة التنموية بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة، تعمل التجارة الدولية على توسيع الفجوة بين الدول، مشاكل المديونية الدولية، لا تساعد مؤسسات التمويل الدولي على مساعدة الدول النامية بالشكل المناسب. هنا تجربة الأردن يعني أذكرها خاصة ونصا هنا، وعدم فهم مشاكل التنمية كما ينبغي. الاستعمار والتنمية منذ آخر سنوات القرن الثالث عشر بدأت حملات استكشافات جغرافية أو استكشاف جغرافي واحتلال بقاع مختلفة من الأرض من قبل الأوروبيين، ثم استغلال تلك البقاع تحت حجة التحضر ونشر الأخلاق الأوروبية. لا
لكن النتيجة النهائية لكل ذلك كانت السيطرة واستغلال موارد المناطق المحتلة، ما أدى إلى اتساع الأسواق التي يروج فيها الأوروبيون منتجاتهم وزيادة ثرواتهم. ما زالت سيطرة الأوروبيين بخاصة الأنجلو ساكسون على النظام الاقتصادي العالمي إلى هذه اللحظة مع بعض التراخي النسبي. التبعات اللي هي للتبعية الدولية، تقسيم العمل الدولي اللي هي التقنية المتقدمة في دول الشمال والفقر في دول الجنوب، السيطرة السياسية بيد الأقوياء الأغنياء للحفاظ على الوضع القائم، السيطرة على المؤسسات الدولية، منظمة التجارة الدولية، صندوق النقد الدولي، قرارات البيئة وهكذا، المصرف الدولي والبنك الدولي، المساعدة الثانية، كل هذه من التبعات التي ما زالت بيد الغرب، يعني تبعات على الدول الفقيرة. إذن هنا النصائح، طبعا هنا النصائح والمشورة المقدمة إلى دول العالم الثالث غير مناسبة بل مضللة في بعض الأحيان. أذكر هنا حالة الأردن خاصة حول المنح والقروض، مشاكل المديونية، القاتل الاقتصادي، أرجو الرجوع إليه. هذا كتاب رائع جدا يجب أن يقرأه كل شخص، يعني أو سموه إيكونوميك كيلر، مهم جدا ترجعوا له أحبة الطلبة حتى يعرفوا بالضبط شو التبعية الدولية هنا. مشاكل التلوث البيئي، هذا طبعا التلوث البيني بين الدول، يعني أمريكا تنتج، بريطانيا تنتج، أوروبا تنتج، ومن يدفع الثمن على شكل أعاصير ودمار بيئي الدول الفقيرة. أخيرا الآن الانتقادات الموجهة لدى المواجهة يشخص المشكلة لكنه لا يعطي حلولا لها. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجعا أن أكون قدمت لكم الفائدة، وإن شاء الله سأبين كل نموذج بتفصيل أكثر، كل نموذج لوحده إن شاء الله. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.